مرحبا، ويسعد لي كل اوقاتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله تكونوا بالف خير وصحه وعافيه، وان شاء الله السنه الجديده تكون سنه خير وسلام ورزق وتوفيق وبركه وراحه بال، وان شاء الله تكون سنه تحقيق الاماني والطموحات على جميع الامه الاسلاميه وعلى اهالينا بسوريا، وان شاء الله عبيل لم شمل له بالسنه الجايه يا رب. اليوم رجعت لكم بفيديو جديد، فيديو تحضيرات لعيد ميلاد بنتي سالي. خليكم معي لاخر الفيديو، بصراحه فيديو كتير حلو ومميز عندي، وهيك حبيت اشارككم هذا الفيديو لحتى يضل ذكرى لبنتي سالي. اول شيء هون رح ابدا بتجهيز الكيك. انا اشتريت كيك جاهز ورح ازينه عندي في البيت. بنتي طلبت مني اعمل لها كيك بالفريز، هو ما في موديل معين براسي، بس انه بدي اعمل لها بالفريز ولون زهري. مثل ما كن شايفين اخذت الطبقتين من الكيك وكريم شانتي، واخذت لها شويه زينه كمان بناء على طلبها. هي كل سنه بتطلب مني انه ازين لها الغرفه كمان، فما بكسر بخاطره. فدائما الولد الصغير قد ما كبر اخر عنقود بيضل هيك مدلل عند اهله وبضل صغير بعينه. هو كل سنة أنا بزين له وبعمل له الأكلات اللي هي بدها إياها وشغلات اللي هي بتحبها، بس إنه هالسنة أخوها وأختها ضلوا يجاكلوها يقولوا لها إنه أنت كبرتي ولسه بدك زينة ومثل أولاد صغار ومن هالحكي ومن هالقصص، فبتعرفوا مجاكرة بين الأولاد وبكل بيت موجود. لذلك ما حبيت أكسر بخاطرها وحبيت هيك أفرحها. هلا هون رح طب الزينه وابدا بتزيين الكيك. اول شيء انا هدول الاغراض كلهم عم بجهزهم بيوم واحد، فلذلك بدي اشتغل بالصبح، واول شيء رح اجهز بالكيك حتى الحق باقي الشغلات. في عندي هون كريب شانتي اول شيء رح اجهزه. بالنسبه للكريب شانتي طبعا كل علبه مكتوب عليها طريقه التحضير. اخذت علبه كريم شانتي بالكاكاو والبقيه علبتين اخذت بالحليب. فرد مرة فتحت 3 علب وساويتهم مشان ما يخلص بالنص واتلبك فيه، يعني سويت الكريمة والحليب اثنيناتهم مع بعض، واذا زاد عندي ممكن ازين فيها هيك بعض الشغلات. انا السنة الماضية كمان عملت لها عيد ميلاد وعملت شغلات هيك شغل ايدي، بس ما صورت كل شيء، يمكن صورت لها بس طريقة تحضير الكيك مع تزيينه. السنة الماضية خبزت الكيك بالبيت وزينته، كمان طلع كتير كويس وهش، ويعني ما بيفرق عن الجاهز ابدا. مثل ما لكم شايفين هون انا اول شي سقيت الكيك وبعدين حطيت اول طبقة كريم كاكاو. انا بنصح وبتمنى من كل صبية تعمل كيك بالبيت وما تتردد ابدا، ما تقول ما عندي عدة كيك وما عندي عدة تزيين وما عندي من هالقصص. فمثل ما لكم شايفين انا عم بجهز ما عندي عدة كيك وما عندي هالادوات وهالشغلات، فعم بسويه بالمعلقة. رح اورجيكم خطوة بخطوة شلون عم بزينه. مثل ما شفتوا حطيت اول طبقة كمان فواكه، حطيت فريز وكيوي. هي طلبت مني انه اعمل لها الكيك كله بالفريز، فقلت انه بحط معها شوية كيوي كمان. وهون حطيت الطبقة الثانية الكريمة البيضاء كريمة الحليب، وضروري كتير احط عود بالنص لحتى اثبت الكيك، لانه رح اعمل طبقتين، طبقة تكون وسط صغيرة وطبقة اكبر هيك لحتى يعطي موديل احلى. وكمان بين كل طبقة وطبقة لازم نسقيها بالحليب. رح حط كمان هون باول طبقة كمان كريم كاكاو، وبالطبقة الثانية رح حط كريمة بالحليب. عيد ميلاد بنتي بتكون 2/1، فأنا كل سنة من هي وصغيرة من هي وعمر السنة بسوي لها بيوم راس السنة، لأنه بيكون عطلة أولا، وثانيا بيصطف الامتحانات النصفي، فأولادي بيكون عندهم امتحانات، فبقول إنه عطلة وعطلة وراس السنة يعني عطلة، مثلا زوجي في البيت ولادي في البيت ممكن يجيني حدا، فأنه بحتفل بعيد ميلاده، لانه 2 بالشهر بيكون في دوام مدرسة، فما خرج اساوي له وهيك تنبسط مثل لما بكون في عطلة. وهون خلصت الطبقات، رح اغلف كل الكيك بالكريمة.
لتغليف الكيك استخدمت كيس حلواني، إذا ما عندكم كيس حلواني ممكن تستخدموا كيس عادي تبخشوا الزاوية، أو ممكن بالمعلقة تجيبوا، بعدين تجيبوا أي أداة مسطحة مثل هاي الأداة اللي عندي مجرفة، ما بعرف ما بتسموه، أو ممكن بحواف السكينة، السكينة تكون عريضة. هلا مثل ما لكم شايفين ما تغلف الكيك كتير منيح وما تسوى معي، بس رح أرجع أزينه، لذلك ما رح يبين هيك الترقيع اللي تحت. هون أنا شلت قسم من الكريمة، حطيت ملون طعام لون زهر بناء على طلب بنتي سالية، هي بدها لون زهر وكله يكون بالفريز، رح أزينه بهذا الشكل. هلا هون أنا بزين بس ما في موديل معين براسي، إيدي عم تشتغل وببالي بس إنه الفريز ولون زهر، فعم بسوي بهي الطريقة. اكتبولي بالتعليقات إذا عجبكم الشكل النهائي ولا لا. حطيت من الطبقة الفوقانية كمان فريز على الأطراف ومن تحت كمان لحتى ما يبين الترقيعة اللي بينت معي. بعد ما غلفت الكيك كله في عندي هون حبات اللولو بالشوكولا، بصراحة أنا كنت حابة أجيب لون هيك لميع بس ما كان في غير لون كحلي. هيك الكيك صار عندي جاهز، بس طلع عندي اخر لمسة بورجيكم باخر الفيديو، رح حطه بالبراد 4-5 ساعات لليل للساعة 9 تقريبا. وبعد ما حطيت الجاتو بالتلاجة هون رح اجهز باونتي بجوز الهند. حطيت كاستين من الحليب مع كاستين سكر، رح حطهم على الغاز واتركها تقريبا نص ساعة لبينما يسقل عندي قوامه هيك يصير مثل حليب مكثف. بعد ما تركته نصف ساعة على الغاز تغلي وتماسك شوي حطيت كاستين من جوز الهند، طبعا تركت الحليب هيك يبرد شوي بعدين حطيت له جوز الهند، ورح اخلطه كتير منيح. هون رح افضيه بمحل يكون وسع. بعد ما خلطناه وهيك تجانسوا مع بعض رح استعين بشوية عسل، العسل بيخلي المكونات هيك يلتموا على بعضها وهيك يسهل علي تشكيل الأقراص. وهون رح مده كله على نايلون لحتى أوفر وقت لأنه ما معي وقت كتير، فأنا بالعادة بساوي أقراص هيك قرص قرص بإيدي، فخطرتي هالفكرة أنه أحطه كله على نايلون وأمده وألفه بهذا الشكل وبعدين أقطعه. وبصراحة كتير هيك عجبني النتيجة، حسيتها هيك سريعة. لفيته بهذا الشكل وراح أتركه بالفريزر 15 دقيقة و10 دقائق ولبينما هيك ياخد شكل وأطالعه. بعد ما تركته 15 دقيقة بالفريزر طالعته هيك أخد شكل، وراح أقطعه بالسكين مثل ما واضح عليكم بالفيديو، وأسوي الأطراف هيك بإيدي لحتى يعطيني هيك شكل حلو. ممكن تشكل الأقراص على شكل دائري كمان بيطلع حلو، بس أنا حبيت هيك هذا الشكل حسيته هيك أحلى. بعد ما خلصت من تشكيل الأقراص رح أغلفهم بصوص الشوكولا، أنا دوبت لوح شوكولا على مي سخنة. أنا استخدمت لوحين من الشوكولا، لوح شوكولا بالبندق ولوح شوكولا بالكاكاو. بعد ما خلصت تشكيل الأقراص رح صفهم على صينية وأحط تحته ورق زبدة لحتى ما يلزق الشوكولا بالصينية، وأحطهم بالبراد أو ممكن نعيفه برا إذا الجو شتي، فأول ما يبرد هيك بياخد شكل وبيجمد الشوكولا، بس يفضل نتركهم شوي بالبراد. وهون ضل عندي شوية شوكولا زينت فوق بهذا الشكل، هيك شكله بعد ما تركته تقريبا ساعة برد. أنا تركتهم بالبراد منظره كتير حلو وحتى نكهتها كتير طيبة، وبنفس الوقت مكوناتها بسيطة وما بده لبكة أبدا. وآخر شي قدمت بهاي الطريقة هيك في عندي هدول النكشات. بصراحة لوحين الشوكولا ما كفوني، جبت لوح ثالث، فلوح الشوكولا طلع واحد لون غامق وواحد لون كاشف. بعد ما جهزت أقراص الباونتي بجوز الهند هون رح أجهز حشوة، رح أعمل كبة بصينية. أنا تقريبا من شي 3 أسابيع أو هيك قريب على الشهر عملت كبة مقلية، فزاد عندي العجينة تبعتها حطيته بالفريزر، فاليوم أجا وقته قلت بعمل فيها كبة بصينية.
وبصراحة أول مرة بعمل كبة صينية، بس عن جد طلعت فخامة الكبة الصينية. إن شاء الله رح أعمل فيديو لحال، فيديو الكبة، ورح أشارككم فيها عن قريب إن شاء الله. وهون آخر لمسة للجاتو، حطيت على الوتش فريز، وفي عندي هدول من هديك السنة عملتهم، كتبت هابي بيرزدي، كتير حبتهم بنتي فما كبيتهم، تركتهم لهي السنة. واخدت لها شموع بعمرها كمان، هلا رح اورجيكم باخر الفيديو على الطاولة. وهيك الشكل النهائي، ان شاء الله حبيتوها. في عندي شوية صوص من الشوكولا زاد عندي، لانه انا استخدمت 3 الواح، فهيك حبيت اعمل مارشميلو بهي الطريقة، فكرة جديدة، وبصراحة كتير كتير ولادي حبوها. حطيتهم بالشوكولا وزينته بالسكاكر واللولو الموجود عندي، كتير هيك عطى جمالية، وبنفس الوقت كتير طلعوا طيبين. وبعد ما خلصت من الكيك، واهم شغلة واصعب شغلة كانت عندي الكيك، فخلصت. هون تقريبا عندي صار العصر، وهي العجينة انا مطالعتها من امبارح بالليل من الفريزر ليوم الصبح داب. هون رح احط معه نصف كيلو من صدر الدجاج، واحط معه بلح وكمون وفلفل اسود بس، واخلطهم مع بعض. وبعدين رح اخلط المكونات مع بعضها لحتى يتجانسوا مع بعضها، وبعدين اشكل القرص. رح جيب نايلون كيس خبز، اقلبه على الطرف الثاني طرف من جوا لحتى يكون نظيف، واحط نص العجينة بقلبها، واحط طبقة تانية فوق من النايلون، وامدها بالشوبك بهي الطريقة. انا شفت هاي الطريقة على اليوتيوب، كتير حبيت الفكرة، وكمان بيطلع السطح متساوي. لما بنعمل هيك اقراص صغيرة جنب بعضها ممكن يفرد وما تطلع الصينية كلها فرد شقفة. وهون الصينية متل ما شفتوا انا كنت مدهنتها بسمنة. اذا في عندي زوائد بشيلها من الاطراف، واذا عندي فراغات بعبي الفراغات، وبرجع بمدها بكف ايدي وهيك بضغط عليه. واهم شي رح اجيب هون مي، هلا احط ايدي بالمي واضغط عليها، واضل اضغط بايدي لحتى هيك مثل ما قلت لكم يعطيني سطح واحد. وهون رح ضيف عليه الحشوة. بالنسبة للحشوة، بعد ما برد عندي الحشوة حطيت بقلبه جوز وبيضة نية، بيضة وحدة. البيض بيخلي قرص اللحمة كلها تصير وحدة وما تلزق بالعجينة. بعد ما مديت اللحمة كمان عملت قرص ثاني كبير وحطيته على الوجه، ورح ارجع هيك اجيب مي واسطحها بايدي، اضل اكبس بايدي لحتى هيك يصير كله قرص واحد. وهلا رح اقطعه على شكل مثلثات، وضروري كتير كل ما هيك قطعنا مرة واحدة مررنا السكينة على الوجه نبلي السكينة بالمي ونمسحها لحتى تطلع الخطوط ساوية. بس بصراحة طريقة التقطيع شوي هيك استصعبتها، ما كتير نجح معي، بس ان شاء الله هالمرة رح اسويها بطريقة اضبط. واخر شي رح ادهن الوجه بالسمنة واحطه بالفرن، واورجيكم باخر مرحلة. وهلا هون كمان انا مجهزة اقراص البيتزا. انا ما ورجيتكم العجينة لانه كتير انا منزلة طريقة العجينة وبيتزا اقراص بيتزا كاملة، فهي الطريقة كتير كتير ناجحة. واذا بتحبوا تشوفوا طريقة العجينة انا منزلتها على قناتي باكثر من فيديو، وهي العجينة جدا ناجحة وبتناسب كل انواع المخبوزات. ودهنت الاقراص بالكاتشب، ما عملت صوص، ولادي بحبوا الكاتشب اكتر من صوص اللي بنعمله بالبندورة وبالبهارات، فشفتها هاي طريقة سهلة وبحبوها كمان. وهون زينته بالفليفلة والبندورة الصغيرة، البندورة الكرزية، كتير عطى شكل حلو، وكمان ولادي كتير حبوها وهيك شافوها فكرة جديدة. هلا رح احطه بالفرن، اول ما يصير عندي الكبب صيني رح احط هذا بعده. وهون في عندي كبة مفرزة، في عندي كيس رح اقلي كمان صحن من الكبة المفرزة. مثل ما شفتوا طلعتهم من الفريزر، يعني ما دوبتهم فورا على الزيت، بس ضروري كتير يكون الزيت عندي حامي.
وهيك شكل الكبة صارت، يعني شكل يمكن ما تنغروا فيه كتير، بس عن جد الطعم غير شكل كانت. أنا هون تقريبا خلصت تجهيز كل شيء وفرمت تبولة كمان، بس ما ورجيتكم بالفيديو لأنه الفيديو رح يكون طويل كتير، وأجوني ضيوف كمان ابن حماي وسلفتي، فما أنه حلوة أضل بالمطبخ أكتر وأكمل تصوير. فهون بس هيك آخر لمسات حبيت أعمل هيك شجرة صغيرة بالفواكه، وفكرة الشجرة أجتني بآخر لحظة. نحن عم نجهز الأكل، عم نحط الأكل، يعني أنه خطرت لي أنه أساوي شجرة بالفواكه. أنا شفتها من يومين على التيك توك، كتير حبيت الفكرة، وشفت الفواكه كلها موجودة عندي، ورشيت عليه شوية سكر بودرة هيك بيّر مثل التلج. وهيك منكون وصلنا لآخر الفيديو. هاي كانت صفرتي وهي كانت تحضيراتي، إن شاء الله تكونوا حبيتوها، ولو أنه هيك شغلات بسيطة، بس أنه أهم شي بنتي انبسطت. وهيك رسمت لها بسمة حلوة على وجهها، وكتير حبيت كل شي، حبيت الجاتو جنت عليه، وحبيت الباونتي، وحبيت الشجرة والبيتزا، كل شي حبتها، أهم شي هذا عندي. وبنفس الوقت كمان بيضل ذكرى حلوة عندها، بس تكبر بتشوف الفيديو وبتقول هاي ذكرى من أمي. وهون حبيت أورجيكم هيك بعض اللقطات من الزينة كمان، وحبيت أشارككم حفلة عيد ميلاد سالي كمان، بس هي ما ردت، احترمت رأيها، وإن شاء الله كل عام وهي بألف ألف خير وعبيل كل سنة، وأشوفها بأعلى المراتب، وعبيل ما تشوفوا أولادكم بأعلى المراتب، والله يخلي لكم أولادكم ويطعم كل حدا محروم. وهيك بحب أقولكم شكرا على حسن المتابعة.